السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قدوم رمضان علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام قدوم خير وبركة ونعمة ورحمة وسعة رزق على الإسلام والمسلمين وديارهم أجمعين يا رب العالمين. بالغ التهنئة من قلبي لإخواني وأحبابي وأهلي في الله تبارك وتعالى، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياهم على القيام بحق هذا الشهر العظيم، وأن يكتبنا وإياكم فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين، وأن يسعدنا وإياكم بطاعته، وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع بالقرآن العظيم، إن ربنا على كل شيء قدير. جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.